احنا الكوردينت سيستم اللي احنا بنعرفه ايش هو متكون من ايش؟ البلين من اكس واي مش هيك؟ طيب هل انت بتغييرك لاكس واي تقدر تجيب اي نقطه بدك اياها بالبلين هذا؟ مثلا جيت قلت لك اعطيني النقطه هاي ايش راح تحط؟ راح تكبر اكس 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 بحيث يكون اكس طولها هون وراح تكبر واي بحيث انه يكون طولها واي 1 مظبوط؟ هذول الاثنين اذا حطيتهم الفكتور الناتج عنهم وين راح يعطيني اي نقطة؟ هاي. طيب لو جيت قلت لك اعطيني النقطة هاي شو راح تعمل؟ راح تحط x2 هون وراح تحط y2 هون. لو جيت قلت لك اعطيني النقطة هاي راح تحط x1 بوزيتيف او x3 وy ايش راح تعمل y3؟ راح يكون نيجاتيف بتجيب النقطة هاي. فاحنا قدرنا نجيب الفكتور اللي بدنا اياه ب 2 degrees of freedom. وفيش غير حل واحد مظبوط؟ فيش غير قيمة واحدة ل x وقيمة واحدة ل y. السيستم هو مش ريدندنت. طيب هل بقدر انا اعمل نفس الشيء لو عندي 3 اكسس؟ لو انا قررت لسبب معين انا بدي اسمي هدول x1 x2 و x3 ودرجتهم من هون بكون في زاويه. تمام. هلا لو انا في افرض جيت قلت لك اعطيني النقطه هاي بدلاله x1 و x2 و x3 مش بقدر؟ شو بقدر اعمل؟ مثلا بقدر اجي اقول هي x1 هي فيكتور مظبوط؟ وممكن اجي اقول الان عندي لو جيت حطيت هون من هاي النقطة وهاي النقطة هلا هون x2 وبعدين ايش بدي اقدر؟ بدي اجمع هذا الفيكتور وهذا الفيكتور اجمع هذا الفيكتور مع هذا الفيكتور هيك هون فبدي x3 بدها تكون مساوية لناقص القيمة تبعت x2 بحيث انه الفيكتور المحصلة تبعتهم يعطيني هذا الفيكتور هيك فبستعمل x1 قيمة لx1 مثلا نفترض انه خلينا نسميهم هذول بلاش x1 خلينا نسميهم a b و c وقلت لك اعطيني هلا النقطة هاي بدلالة هذول الثلاثة هلا هاي النقطة هي عبارة عن مجموع a1 مظبوط زائد بدي اشي هذا طوله هيك هذا الطول كيف ممكن اجيبه؟ باني اخذ b طولها b1 بهذا الطول هيك واخذ c قيمتها ماينس c1 من هون حيث تكون هذه هون ماينس سي 1 راح يصير او نصهم بعدين راح اخذ نصهم فراح يصير عندي هاف بي 1 زائد هاف ماينس سي 1 زائد اي 1 هذول الفيكتورز الثلاثه اذا جمعتهم راح يعطوني النقطه هاي هل في اكثر من حل لهي؟ في عدد هائل جدا من الحلول ليش؟ ليش في عدد هائل جدا من الحلول هون بالحاله هاي؟ فيش غير حل واحد لاي نقطه هون كم ديجري اوف فريدم عندي هون؟ ثلاثه بس انا كم دايمنشنز بدي حتى احط نقطه في بلين؟ 2 فانا عندي ثلاث اوبشنز اني اجيب لها، هل راح تشوفوا هون بشكل اوضح، طلعوا هاي اول شيء راح نعمل هذا نعمل اعمل له انيميشن حتى نشوف منه ايش الثلاث الوان اللي عمالهم بيتحركوا اطوالهم؟ هل الدايركشن تبعهم عم بيتحرك؟ لا ايش عم بيتحرك بس الثلاث الوان الاصفر والاحمر والازرق؟ ماجنتيود بعدين بقلب دايركشن ماشي هو هذا ماجنتيود رح نعتبره ماجنتيود الماينس 1 رح اعتبره ماجنتيود بس هو الدايركشن تبع هذا الاحمر دائما هيك مظبوط؟ والدايركشن تبع هذا الازرق دائما هيك والدايركشن تبع الاصفر دائما هيك بهذا الاتجاه نعيدها مرة ثانية نشوف ويش اللي عم بحصل تبعتهم عم بتصير الأسود الأسود طلعوا مرة ثانية احنا كأنه عمالنا بنقول انه الأحمر اتجاهه هون والأزرق اتجاهه هيك والأصفر اتجاهه هيك بينهم 120 درجة شو اللي عم نغيره بس بأي لحظة؟ قيمة A وقيمة B وقيمة C هلا الماينس نعتبرها ماجنتيود إذا ضربته في ماينس معناها أعطيته ماجنتيود فأنا صار بإمكاني أجيب أي فلكس وين وين خلفه؟ بي إس بتغييري لايش؟ لا A وبي وسي. طب هم A وبي وسي في الحياه الواقعيه ايش راح يكونوا؟ فولتجز فولتجز او كرنتس بمررهم بكل واحد من الستيترز الثلاثه، طب ليش 120 درجه في بينهم؟ بالسبيس لانه الستيتر هيك مبني احنا الستيتر لما مبنيه الار فيز والاس فيز والتي فيز بعطوا لي فلكسز في داخل المحرك يعني لو فتحنا المحرك لو فتحنا الستيتر وجيت اطلعت مثلا على ار على الفيزز تبعون ار هي بول وهي سكند بول من ار مينيمم عدد البولز لاي فيز قديش؟
ما فيش عندي محرك باقل من 2 بولز بير فيز. هذول لو جيت مررت فيه كرنت ايش رح يتكون من ار؟ رح يتكون فلكس بهذا الاتجاه. ولو جينا حطينا اس، هاي اس حطيت لها كويل هون وكويل هون، وين رح يكون اتجاه الفلكس؟ هل بقدر انا بتمرير كرنت في اس اغير اتجاه هاد؟ اتجاه الاس هل بقدر اغيره؟ لا لا لا. ايش بقدر اغير بالاس؟ بس الماجنتيود. اذا زدت الكرنت اللي ماشي في اس شو بصير بالماجنتيود هذا؟ طب اذا عكست الكرنت اللي ماشي في اس؟ بنعكس. هل بقدر اغير الاتجاه الار؟ شو بقدر اغير بس؟ بغير الكرنت اللي ماشي في ار، بقدر اغير الاتجاه بس اعكسه ماينس وبلس، بس ما بقدر اغير الدايركشن تبعه. وتي نفس الشيء. اذا ال 120 درجه اللي جايين هون هم جايين من الستيتر، هيك بناء الستيتر. الستيتر لما بنشتري اي 3 فيز موتور سينكرونس او اندكشن موتور، الستيتر تبعه مبني لو كان عندي 2 بولز بير فيز، هي 2 بولز بير فيز، هي 2 بولز بير فيز، وهي للتي رح يكون في 2 بولز بير فيز، المينيمم عدد البولز، ما فيش عندي 1 بول. بقدر اعمل ار واس وتي. اذا احنا هون هذا بيمثل لي الروتيتنج ماجنتيك فلكس رح يتكون من الستيتر لو حطيت عليه 3 فيز. لاحظوا 3 فيزز 120 degrees in space وايش كمان؟ time. 120 degrees in time. لو حطيت 3 vectors، هدول 3 vectors بينهم 120 درجة in space و 120 درجة in time، هي واضح 120 درجة in time. لو حطيتهم على فكرة in phase شو بطلع معي؟ شو النتيجة بتكون معي؟ زيرو. لو جينا حطينا 3 phases حطيناهم في داخل المحرك هم مظبوط 120 degrees in space، بس لو جيت حطيتهم كلهم نفس القيمة، قديش محاصرة الفيكتورز الثلاثة هذول؟ زيرو. ولو جيت حطيت هذا نزلته للنص طيب، وهذا نزلته للنص، وهذا نزلته للنص، قديش محاصرته؟ زيرو. ولو جيت عكست هذا وضربته في ماينس، وضربت هذا في ماينس، وضربت هذا في ماينس، قديش محاصرته؟ زيرو. إذا ما بينفع ما يكونش عندي، ما بينفع أجيب 1 فيز وأكرره ثلاث مرات. التريك هي إنه إيش؟ إنه هذول الثلاثة يكونوا 120 degrees in time، وكمان 120 degrees in space. إذا 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 عملت بينهم شفت 120 degrees in time in space شوفوا شو بصير عندي. بصير عندي مثلا لما الـ R يكون الماكسيمم طلعوا على الـ R، لما الـ R ماكسيمم اللي هو الأحمر شو كان الـ S والـ T؟ نيجاتيف. نيجاتيف مش ماكسيمم بس فرضا نص أو 0.866 على اثنين 0.866. إذا في الحالة هاي راح نلاقي إنه R و S S و T وين كانوا؟ هل هدول بيساعدوني؟ آه بيساعدوا. طبعا في كومبوننت راح يعكس مع كومبوننت، بس هذا راح يطلع له فيرتيكال وهذا راح يطلع له فيرتيكال، هذول الاثنين فيرتيكال راح يكونوا تقريبا ربع ربع، راح ينضافوا هون وراح ينضافوا هون، مش هذا بحلله هيك وبحلله هيك وهذا بحلله هيك بحلله هيك، اذا اخذت هاي حطيتها وحده تنتين راح يطلع معي هذا طوله واحد ونص. طيب لما مشينا شوي شو صار؟ نفس الشيء، افرض مشيت شوي وشو صار عندي؟ صار عندي الاس هو الماكسيمم باتجاهه البوزيتيف، هذوك التنين شو كان وضعهم؟ نيجاتيف 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 0.866 او هاف، اظن هاف هاف بيطلعوا هاف نجمعهم التنين بعطيني نفس الشيء بعطيني الهدف. ولذلك هذا هو السبب ليش هذا الاسود عماله بلف، الماجنتيود تبعه كونستنت، هذا الاسود هو محصله الفيكتور، هو الفيكتور صم للثلاثه. وهذا مبدا عمل الاي سي ماشين، هذا هو البيسك برنسبل اوبريشن اوف اي سي ماشينز. ولذلك عدد البولز مرتبط بالسينكرونس سبيد والفريكونسي تبعت السبلاي مرتبطه بالسينكرونس. اوكي طيب نيجي للنقطه هلا اللي احنا مهتمين فيها، هذا ما بيهمنا احنا بنعرفه. شو اللي بيهمنا احنا الان؟ لا ايش بيهمنا يا خنفر؟ بدنا احنا نغير هذا الاسود، انا بدي احدده، بس كيف بدي اغيره؟ ايش الاشياء التولز اللي متوفره لي اغيرها؟ السلايدرز فولتجز والكرنتس تبعون ار و اس و تي. ولذلك انا طلبت منه يعمل، طلبني اظن براء عمران اظن اللي عمله سلايدرز. عارف الدي جي اللي بيكون الدي جي اللي بيعمل ميكسينج ايش بيكون عنده؟ سلايدرز، نفس السلايدرز هذول. هي بامكانك تجيب، بامكانك تغير ار، هي الار لسه بوزيتيف نزلت نزلت عند لحظه معينه ايش راح تصير؟ ار نيجاتيف زيرو، بعدين ايش راح تصير؟ مزبوط. اغير اس، الاس للاسف هو لون اس ازرق بدل ما يلونها اصفر. بدي صارت اس زيرو. افرض انا بدي زيرو، بدي كلهم يكونوا زيرو، ما بدي يطلع شيء، شو بعمل؟ هاي زيرو. اوكي افرض بدي انا احطهم ماكسيمم، بس بدي مش لازم يكون في بوينت بلش التوصيل،
ايش هو؟ يعني مش لازم يكون في بوينت، يعني حتى لما اجيب الموتور لازم يكون في بوينت وين بلش التركيب كل شيء عشان اعرف. مش فاهم عليك سؤالك. يعني مثلا انا هسه المحصله شيء بتكون مثلا ديفولت في بانينها بدايركشن ماشي ما بهمنيش في المحرك عاده، ما بهمنيش كثير اعرفه. مزبوط كلامك، فهمت عليك. فهمت قصدك انه الريفرنس في ريفرنس ما بهمناش كثير. هلا راح تشوف انه نقدر احنا نستنتج هالبس، ما بهمناش هو غير بالفلوكس فيكتور على فكره، ما بهمنا بالسكيلر. هل بالسكيلر انت بهمك وين هو راح الفيكتور اصلا؟ هو من اسمه سكيلر. ايش كان مبدا عمل السكيلر؟ سكيلر في اف ايش كان؟ كونستنت في على اف، كنا نثبت في على اف مش هيك، او نعمل له بوستنج، بس ما كنا نطلع وين هو موجود الفيكتور. اطلعوا هلا قديش المحصله الان؟ زيرو. ايش لاني ايش عملت؟ حطيتهم كلهم اطوالهم متساويه وبوزيتيف. إذا أنا بدي أجيب، هلا نفترض أنا بدي أحاول أجيب الآن، هلا بهاي اللحظة this instant in time حتى أزيد التورك تبع المحرك، بدي VS يكون هيك الماجنتيود والدايركشن تبعه. ماشي، مش بقدر أعمله الآن. بدي 3 degrees of freedom، عندي عدد هائل من الحلول. خلينا نحاول نعملها، نشوف كيف نقدر نعملها. هاي الرسمة بدي أحاول أعملها هون مثلا. خليني هلا دكتور، ليش حددته بهيك اتجاه؟ نعم، أنا هيك، أنا حر حددته هيك. رح نشوف بعدين إحنا بنحتمه، اسمه فيكتور مش اسمه فيكتور فلوكس. فالفلوكس الفلوكس بدنا نتحكم فيه كفيكتور، بنتحكم في الماجنتيود والدايركشن تبعه حتى أقدر أعمل أعظم التورك. ليش؟ بي اس عشان يكون ريلاتيف بالنسبة لمين؟ عشان يزيد التورك. إذا خليني أحاول هلا أنا بين، بدي أحاول مثلا الاس أزيده. الوحيد في حلول كتير. اوكي، فاهم هاي؟ كل فاهمينها؟ بدي نقطه ثانيه، بحرك نقطه ثانيه. نعم، ترايل اند ايرور. اطفي يا زين. نعم، كل ترايل اند ايرور.